خامس عشر من شعبان نور الهدى شعوبان، خامس عشر من شعبان نور الهدى شعوبان كل الباوى. بداية الطبق المهدوي هو عبارة عن فكرة اتخذناها أنا والأخ عقيل من المنامة. عندما ذهبنا إلى المنامة رأينا في الاحتفالات أو أبطال كربلاء هناك بعض الطاولات والحضور الجيد، فقلنا لو عقيل نسوي الفكرة في نويدرات، خصية أن نويدرات وباقي القرى ما كانوا يهتمون بالمواليد بهالكيفية. استبشر بمولد ختام الأطهار. كان الهاجس الأكبر عندنا هو الإحياء بكيفية مختلفة عن الاحتفالات المعتاد اللي نسويها في المناسبات. يعني نريد نشرك في هاي الطبق المهدوي الكبير والصغير وجميع فئات المجتمع في هذا الطبق. أو عمد سعادة مهدي 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 الحاج حبيب الله يرحمه له دور كبير في هذا نجاح هذا المشروع، لأنه كان ذو شعبية كبيرة في القرية وكان هو في هذا الجانب شغلته، يعني تجميع بيزات حق الجمعية وحق المحتاجين وحق الصندوق، فأشركنا ويانا كعضو فعال، فالحمد لله جمع لنا مبلغ زين وقسمنا المبالغ على البيوتات اللي حاطينها في بالنا كطبق رئيسي. لو ناس مثلا ما حصلنا تبرعات أو شيء يكون هناك عندنا أطباق معينة نوزعها للناس. وبحبك أصبح هيمان. بعد ما مرور سنتين على إحياء الطبق المهدوي قررنا تشكيل لجنة وتوسعة الطبق، فضمينا شباب يعني من القرية. نور الهدى شعوبان خامس عشر من شعبان نور الهدى. واخترنا المسمى بناء على الاقتراحات من الموجودين في اللجنة اللي استدعيناهم أو حضرناهم في اللجنة في الاجتماع الأول، وتم اختيار تسمية لجنة طبق أهل البيت عوضا عن اللي هو طبق المهدوي على أساس إنه يكون أشمل. صاير من الفرح يطير صاير من الفرح يطير. اخترنا ثلاث مناسبات تكون ثلاث مناسبات رئيسية، يعني كانت الفكرة إن مخلص الأمة الإمام الحجة عليه السلام كان هو الأساس في الطبق، بالإضافة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه الهادي الأمين، واخترنا اللي هو الغدير بما أنه عيد لجميع المسلمين. سر الكون يا خافي عن كل عيون. في سنة 2000 أول ما بدأنا في سنة 2000 بعد ما تأسست لجنة توزعت المهام، شخص أخذ مهام تركيب الزينة وكان عنده مجموعة من الشباب تحت مظلته، وشخص مهمته اللي هو اللجنة المالية، وعندنا لجنة خاصة بالشؤون الثقافية اللي هي النشرات الثقافية. كانت عندنا نشرات، بدأنا بنشرة في كل طبق تصدر نشرة من ضمنها اللي هو نتكلم فيها عن الطبق وفيها معلومات عن أهل البيت وعن صاحب المناسبة. مؤسسات القرية كان لهم دور بعد في دعم الطبق، كانت الجمعية الحسينية دعمتنا بدعم مادي ومعنوي، وأيضا الصندوق الخيري اللي تحول سابق لاحقا إلى الجمعية الخيرية بعد دعمتنا. الحب وراء معنا الحب وراء معنا. هذا الطبق كان فرصة أنه يعرضون مشاريعهم، يعرضون أفكارهم، يعرضون مجلدات اللي عندهم، وبالإضافة إلى الجمعية تعرض الحصالات والمساعدات الخيرية وأنشطتها. يصرخ يا مهدي غيبتكم نار انهضي. بالنسبة إلى الطاولات توسعنا في وزدنا عدد الطاولات، وكانت الطاولات في البداية هي لجنة الطبق هي اللي كانت تحضر الطاولات وتحضر الأطباق، وكانت تدعو الأشخاص أنهم يعملون على يعني كل مجموعة تعمل على طاولتها،
وما شاء الله صار تجاوب كبير، لدرجة أنه وصل عدد العاملين ما يقرب إلى يمكن 100 إلى 150. ونلاحظ أن الطاولات اللي كانوا يعملون فيها في مختلف الأعمار، عندنا الأطفال، عندنا في سن 12-15 إلى 50، عندنا الله يرحمه الحاج حبيب، عندنا الشاب جواد أبو غنوم، هؤلاء يعني الله يرحمهم يستحقون منا أن احنا نذكرهم، لأنهم قدموا في ذكرى أحياء أهل البيت عليهم السلام. في نفس الوقت نلاحظ عندنا الحاج علي تقليد، هذا كبير في السن، إلا نلاحظ أنه دائما يكون حاضر في خدمة اللي هو أهل البيت عليهم السلام. يا مهدي هذه أمتك فرحتها صارت تذليل. عندنا طاولات الرئيسية، طاولة عبد الخالق، وحاولنا نسمي الطاولات بمسميات تكون تتعلق بالمناسبات الإسلامية، بالشخصيات الإسلامية، بأهل البيت. عبد الخالق على ما أعتقد اختار شخصية فلسطينية، فارس عودة، رضا اختار أهل الكساء أو أهل الكساء على ما أعتقد، مضيف الإمام الحجة، والجماعة محمد سليمان وجماعة اختاروا مضيف أهل الكساء، الباقي ما ذاكرهم، بس عبد الجليل الكفاية اختار ويا أحمد مال الله بعد مسمى، وطاولة إبراهيم كسيل وعادل عاشور وجماعته. فزادت عدد الطاولات لدرجة ان احنا ما صرنا يعني نقدر نوفر كل الطاولات، فصاروا الناس بأنفسهم هم يصفون إليهم طاولات ويشاركون حتى بدون ما احنا ندعمهم، لأن مقدرتنا المادية كانت محدودة إلى طاولات معينة. ولكن نلاحظ ان الجماعة الحماس اللي موجود عندهم والتفاعل مع الطبق، لا صاروا هم بنفسهم يساهمون في تعديل الطاولة والمأكولات اللي موجودة، وكانت تتكلف، معروفة المأكولات تكلف، فصارت عوائل، مجموعات، شباب، أصدقاء، كل من يشكل له طاولة. من الأهداف اللي حققناها في هذا المجال إشراك مختلف الشرائح، إحياء المناسبة بصورة مختلفة، تعزيز الروابط الاجتماعية، وخلق روح التطوع والتفاني في إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام. توصيتنا وأملنا من اللجنة الجديدة لمسكات الطبق 4 نقاط. نتمنى أول واحدة المحافظة على أصالة الفكرة والهدف، بأنهم أن لا يغيب عن بالنا الهدف. والنقطة الثانية، نتمنى المحافظة على حسن التنظيم واختيار أفضل الأشخاص أصحاب الأخلاق والتدين والصبر على الآخرين وحب الخدمة، خدمة أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثالثة هو السعي المستمر للتطوير الدائم، دائما تكون عندنا فكرة جديدة في كل طبق يترقبها الجمهور. النقطة الرابعة مراعاة الشعب، وذلك من خلال الاستفسار عن تفاصيل ممارساتنا من خلال المراجع الأيضا. فرحتي نادي مهدي مهدي مهدي، 15 عند الفجر نورك تشعشع فرحان، نورك تشعشع فرحان.